لعبت بدري في منتخب مصر. لعبت بدري وحاجات في الترام في الترام وكنت في الترماي. انا رحت وانا في الترماي طبعا انا جذوري الاول اولمبي وبعد كده رحت وبعدين رحت الترماي. هم العيال في الشارع قالوا الاولمبي صعب انك تلعب ده. في امير رشدي ده كان عملاق الكوره هنا في الاولمبي ومسعد وكوره واستاذ شارلي لعيبه تقال قوي احنا مستقبلنا في الكوره هنا هيبقى صعب انما نادي الترماي اقل سهله شويه كتير. فقلنا بقى نروح نادي الترماي وربنا وفقني في نادي الترماي ولعبت ورحت منتخب مصر ولا في نادي الترماي. طب ومن الترام مين اللي نقلك للاولمبي بقى؟ مين صاحب الفضل على الكابتن فاروق علشان يعني ياخده من الترام وانت في منتخب مصر ورشحك عشان تيجي بيتك تاني؟ انا هقول لحضرتك هو كان في مدرب كبير قوي اللي ماسك هنا اسمه بوبا فيتش. بوبا فيتش ده احنا الترماي بيلعب الاولمبي اليوغوسلافي ده انا قبل ما اجي فكان بيشوفني بالاضافه عز احنا صداقه عمر وفي الحاضره كمان في الحاضره فهو بوبا فيتش قال انا عايز فاروق. مرتين انا كنت اجي التمرين انا بقى في الترماي كنت نمره واحد اجي التمرين هنا يتصادف وانا داخل الاقي بوبا فيتش انا طالع السلالم كده وهو نازل بتاع المقصوره والله يا رب مرتين بص لي كده فاروق ترام اقول له يس يقول لي جود مرتين الثالثه كنت في نادي الاولمبي. الصوره اللي بعد كده يا كابتن فاروق هي دي الصوره الاخرانيه دي برضك ابو غيده وانا وكان الالفا ميم الشربيني وانا الاهلي والاولمبي لا انا يوميا كنت في مع الترماي حتى قبل ما تروح الاولمبي وحصلت حاجه غريبه الاهلي كنا بنلعب في الاستاد الاهلي كان كسبان واحد دفع كان جسمه كنت طويل. انا رحت معدي من ميمي ومنهم كلهم اما لان ان انا اقرب ابتدى هيقف كنت انا ناطط يابا بالطب فوق نطيت ورحت لعبها له فوق دماغه جول ثلاثة تكسب الاهلي ثلاثة ده انجاز وقتها ده انجاز ما بعده انجاز كما احنا خدنا ايه كل لاعب خد 10 جنيه بعد الفوز بعد 10 جنيه رئيس مجلس الاداره عطى كل لاعب 10 جنيه جبت خاتم ب8 جنيه ونص خاتم ده وعنده لغايه دلوقتي ولسه محتفظ بيه مصحف محتفظ بيه لغايه دلوقتي الباقي حطيتهم في جيبي منظره كتير قوي جنيه ونص في جيبك ده ازاي بقى ثروه